كاريير كاملة، حياة كاملة في العمر 35 سنة عمل في التلفزه التونسيه، برشا ذكريات حلوه، ما فما الا ذكريات حلوه، خاطر كان فما ذكرى خايبه هي ما فماش، اما حتى كان فما تتنحى يزيد الذكريات الباهيه يبعدوها ما يخلوهاش. عمر كامل برشا اصدقاء، برشا اصدقاء مازالوا يخدموا توا، فما اصدقاء خرجوا قبلي وبعدي خرجوا للتقاعد، فما اللي نشوف فيهم فما اللي ما نشوفش فيهم. وراه كارير كاملة حلوة. قعدت ثلاثة شهور ستاجير متربص، ودرت شوية هكا وقتها فما في استوديو 9 فما تمثيل الكلام يسجلوا فيها، قعدت مطولة. بعدك برشا برامج حضرت فيهم اون طونك ستاجير، ومن بعد دخلت مساعد مخرج اول، قعدت 11 سنة، ثم بديت نعمل في الأول برامج تاع الإخراج تاعي باسمي. على ركبي أول تعامل عملناه مع بعضنا هو في صباح الخير تونس. عملنا سنتين صباح الخير تونس في قبة الهواء سبت واحد. دونك مرأة وعليها الكلام كما نقول. أول حاجة ستون بروفيسيونيل، دونك تخدم كمخرج معاهم بروفيسيونيل تبدا بالراحة، مرتاح برشا. ثاني حاجة هلا الركبي من الناس اللي اعطوا برشا للتلفزه التونسيه واعطوا اضافه، وخاصه دخلوا لديار الناس، دخلوا بقلوبهم كما يقولوا بالفرنسيه افيك بوكو دو سانسيريتي في الديار. دونك عشره كبيره مع هلا الركبي، وعملنا بعد برشا منوعات مش الا شمس الاحد، عملنا برشا حاجات اخرى مع بعضنا. ذكريات حلوه مع هلا. نجيب الله يرحمه، نجيب صديق في الدنيا، نجيب خاطر انا عشرته اون دو لا تيليفزيون، صدير نبداو نخدموا مع بعضنا في التلفزه، وبعد يوفى البرنامج لحد العشيه نمشي احنا عزاب وقتها، نمشي ونسرح، نمشيو سي دي زامي، نمشيو نسرحوا. دونك نعرف الفون تاعو، نعرفوا نجيب اول حاجه سان بروفيسيونيل توب. ونجيب في الدنيا حلو برشا، سوسيابل، يقعد لك مع اللي ما عنده حتى دور، ويقعد لك مع اللي ما يعرفش خلاهوي، وكل واحد يعطيه حقه. عياش، يحب يعيش عياش بالبدا، يحب يعيش، مش عياش روا بحكاية فلوس، عياش تدير ساعات مثلا وقت اللي نفول حصة لحد العشية نمشي ونسروا بحذا أصحابنا، ساعات عائلات، ساعات نمشي البلاصة، ومغدو يقول لي شنو البرنامج، نقول له اسمع نخرج انا خاطر ما عشت في باريس وفي فرنسا، نمشي هكا لي ويكاند نورماندي، نمشي لبلايص بعاد خارج باريس، دونك قعدت لي نخرج من تونس لندي، علمته معايا نقول له نجيب عنده كهرباء وقتك الفورد اسكورت، نقول له نمشي نشدوا ثنية مره ثنية باجة مره ثنية، وكل بلاصه يمشي لها يقول لها نعرف هنا شو اسمه هذا شو هاو متلقانا في ماطر نفطروا عند جماعه اصحابه، هاو في باجه، هاو شادين ثنيت نفيضه، هاو شادين ثنيت زغوان، هاو ماشيين جيت قليبيا، كل نهار اثنين كي الصيف كي الخريف كي الشتاء كي الربيع نخرجوا نمشوا. دونك عندنا علاقات حلوه برشا. وما ننساوش خونا عبد الجبار البحوري المخرج، وقتها انا كنت مساعد معاه. عبد الجبار البحوري كان زاد معانا، كان ديما معانا يخرج معانا، وكنا راو نجيب كان عنده الفيونسي نتاعو
دونك وانا عندي فيونسي نتاعي كنا وساعة جبار معرس كنا نخرجوا لي سي بيرسون نخرجوا مع بعضنا يا نمشيو نتعشاو في ريستورون يا نخرجوا البلاصة مع يا نسهروا يا نمشيو عرس عند انامي ولا دانامي ولا حاجة دونك اون ايتي تري ليي فهمتوا عندي برشا ذكريات عن جوب عملنا في سوسة دي فاريتي في سوسة في صفاقس في نخرج نجيب كي يخرج الجروب يخرج 60 واحد راه أرمادة كاملة تلفزة كاملة تخرج كار كبيرة بالبيرسونيل الكل أرمادة كاملة نخرجوا وتفدليك وتضحكوا ونخدموا ونخرجوا برودوي حلو أولاد التلفزة في الكلمة شو تحطوا اللي يخدموا في التلفزة بالطبع أنا ساعة شوي بور لا تلفزيون بوبليك دونك التلفزيون بوبليك يلزمها ديما تكون بارمي لي بروميير تلفزيون مع البريفي بيان سور خاطر البريفي عنده مكانته اما يلزمها تكون بارمي لا بروميير سينون بارمي لي تروا بروميير علاش خاطر الامكانيات اللي عندها واحد وتوا التلفزات الناجحه هما بالافكار افكار كي تبدا عندك فكره الامور التقنيه ولات تلمون سهله اللي تنجم تصور التقنيات ما عادش اوبستاكل فهمتني دونك هما الافكار هي عندك افكار حلوه عندك تلفزه حلوه ما عندكش افكار حلوه ما عندكش تلفزه حلوه دونك التلفزه الوطنيه نقول لهم كونوا ساعه تلفزه مفتوحه ديما مفتوحه على الجميع على المناخ كله وعندكم افكار حلوه برشا باش تنجموا تقعدوا ديما في الطوب. من سوري حوس لي برور في الغربه عديت ايامي درت البلدان كلمه